الافطار كان الهدف منه هو انه نجمع كل الشباب والفاعلين اللي كانوا في ثوره 25 يناير، بحيث انه ده يبقى لقاء لافطار يخلق مساحه من الاحاديث المشتركه ما بين مجموعه من الشباب في تقديرنا ان هم بقالهم فتره طويله جدا ما تقابلوش. كان الهدف من العنوان هو انه يكون افطار من تنظيم ومشاركه كل الشباب اللي شاركوا في 25 يناير. لكن 6 ابريل هي اللي بتشرف على اعداد وتنفيذ الفطار. 6 ابريل هي اللي بتشرف فعلا على اعداد اليوم، لكن كنا عايزين نخرج اليوم باعتباره لقاء للفرقاء السياسيين او الشباب السياسيين اللي بقالهم فتره طويله يمكن ما تقابلوش بالشكل ده، بهدف زي ما قلت تتخلق أرضية مشتركة من الحوار والشباب تشوف بعضها ويحصل نوع من أنواع الجو الرمضان اللي بيبقى ظريف فيه. مين أكتر حد كنت متوقع إنه مش هيجي بس جه؟ ما أقدرش أقول مين ما كنتش متوقع إنه هيجي بس ما يجيش، بس أعتقد يعني في أثناء الدعوة ما فيش حد استثني من الدعوة وما فيش حد اندعوا ما جاش، أو على الأقل ما جاش بدون مظهر. تمام، ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.